سلوك قناة منتج، سلوك قناة منتج، سلوك قناة منتج. لو نبغى نفهم إيش هو السلوك، فهو موضوع تسويقي يجيب في الموضوع هذا مختص في التسويق. لو شرحنا إيش هو سلوك المستهلك، لو تكلمنا عن القناة فهو موضوع مبيعات يتكلم فيه مختص ملم في التسويق المبيعات تحديدا. يعني مثال هذا الشيء، الآن لو جبنا تويتر، السلوك فيها هي تويت، أي يوزر يسوي تويت، سلوك واحد بس. قناة، في قنوات كثيرة، في طرق مختلفة للوصول لتويت معين، تمام؟ أو إنك أنت تعمل تويت، سواء كان عملت ريبلاي أو عملت ريتويت، كل هذه طرق تعتبر قنوات. المنتج الموجود هو منتج تويتر نفسه. إذا بتفتح حساب موجود في تويتر، أنت موجود داخل المجتمع الكبير.